راديو الأهرام يقدم مع القرآن، يعده ويقدمه دكتور مصطفى عبد الوارث. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. صدق الله العظيم. قال القرطبي في تفسيره: في هذه الآية مسألتان. الأولى: لما نهى تعالى في هذه السورة، سورة النساء، عن آثام هي كبائر، وعد على اجتنابها التخفيف من الصغائر، ودل هذا على أن في الذنوب كبائر وصغائر. وعلى هذا جماعة أهل التأويل وجماعة الفقهاء، وأن اللمسة والنظرة تكفر باجتناب الكبائر قطعا بوعده الصدق وقوله الحق، لا أنه يجب عليه ذلك سبحانه. ونظير الكلام في هذا ما تقدم بيانه في قبول التوبة في قوله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. فالله تعالى يغفر الصغائر باجتناب الكبائر، لكن بضميمة أخرى إلى الاجتناب، وهي إقامة الفرائض. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر. وعن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر ثم قال: والذي نفسي بيده ثلاث مرات، ثم سكت، فأكب كل رجل منا يبكي حزينا ليمين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: ما من عبد يؤدي الصلوات الخمس ويصوم رمضان ويجتنب الكبائر السبع إلا فتحت له ثمانية أبواب من الجنة يوم القيامة حتى إنها لتصفق. ثم تلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وعن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل: يا رسول الله، وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك، فقد جاء الوعيد الشديد على اليسير كما جاء على الكثير. وقال ابن عباس: الكبيرة كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب. وقال ابن مسعود: الكبائر ما نهى الله عنه في هذه السورة إلى 33 آية، وتصديقه قوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. وروي عن ابن مسعود أنه قال: الكبائر أربعة: اليأس من روح الله، والقنوط من رحمة الله، والأمن من مكر الله، والشرك بالله. دل عليها القرآن الكريم. وروي عن ابن عمر: هي تسعة: قتل النفس، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، ورمي المحصنة، وشهادة الزور، وعقوق الوالدين، والفرار من الزحف، والسحر، والإلحاد في البيت الحرام. ومن الكبائر عند العلماء القمار والسرقة وشرب الخمر وسب السلف الصالح وعدول الحكام عن الحق واتباع الهوى واليمين الفاجرة والقنوط من رحمة الله وسب الإنسان أبويه بأن يسب رجلا فيسب ذلك الرجل أبويه والسعي في الأرض فسادا
والمسألة الثانية التي أشار إليها القرطبي في قوله تعالى وندخلكم مدخلا كريما، أي وندخلكم مكانا كريما وهو الجنة. قال أبو سعيد ابن الأعرابي سمعت أبا داود السجستاني يقول سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول المسلمون كلهم في الجنة، فقلت له وكيف؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، فإذا كان الله عز وجل يغفر ما دون الكبائر والنبي صلى الله عليه وسلم يشفع في الكبائر، فأي ذنب يبقى على المسلمين؟ وقال علماؤنا الكبائر عند أهل السنة تغفر لمن أقلع عنها قبل الموت حسب ما تقدم. وإلى الحلقة القادمة إن شاء الله. مع القرآن يوعده ويقدمه دكتور مصطفى عبد الوارث.